يعني دعنا نقول أن هناك حالة من القلق الكبير والشعور بالخطر ناحية جماعة الإخوان المسلمين تنتاب القارة العجوز، تنتاب أوروبا بشكل عام، بدأت من فرنسا ثم النمسا، والآن هناك حديث بشكل كبير عن إجراءات سوف تتخذ ضد جماعة الإخوان في سويسرا، وما يمثل ذلك من تضييق كبير جدا على التدفقات المالية للإخوان التي كانت يعني تسير بشكل آمن في ممرات داخل مؤسسات وبنوك مقراتها جميعها في أوروبا، مستغلة حالة الحريات ومستغلة حالة التعددية التي تسمح بها هذه المجتمعات. ولكن يبدو أن جماعة الإخوان تواجه خريفا قاسيا في هذه الدول بعد أن تكشف وجهها الحقيقي وبعد أن مارست نوعا من الإرهاب الفكري والإرهاب ضد العملي، ضد مجموعات من القوى المدنية المتواجدة داخل هذه الدول نعم. لخدمة أجندات دول أخرى والضغط عليها، مثلما ما حدث ما بين فرنسا وتركيا، ونجحت تركيا في استخدام بعض العناصر الإسلامية وخصوصا المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين في تنفيذ بعض الأوراق أو الألعاب السياسية التي ضغطت بها على الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. وكذلك يحدث الأمر في النمسا وسويسرا، فهناك خطر كبير بات يمثله تواجد هؤلاء عناصر التنظيم داخل هذه المجتمعات الآمنة إلى حد كبير، وهذا الخطر يدفع الحكومات ويدفع السياسيين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان إلى الضغط الكبير على الحكومات في هذه الدول للكشف يعني مآلات وتواجد جماعة الإخوان المسلمين والمؤسسات الداعمة لها. طيب أستاذة رشا، كيف يعني إذا كان الآن التحرك الحكومي السويسري، ما هو كيف سيكون شكل هذا التحرك؟ هل يتم يعني هل هو عبارة عن فقط تتبع تمويل التنظيم داخل سويسرا أم هناك إجراءات أخرى؟ التحرك في سويسرا بدأ نيابيا من خلال المجلس الوطني، أو ما يمكن أن نعرفه بأنه البرلمان السويسري. تقدم عدد من النواب الديمقراطيين بمذكرات شارحة لمدى خطورة جماعة الإخوان المسلمين على المجتمع السويسري، وأنها جماعة تمثل تنظيما إرهابيا مارس الكثير من عمليات العنف داخل بلاده وداخل البلاد الأوروبية. ثم انتقل بعد ذلك إلى الحكومة التي أجرت تحقيقات موسعة لعدة جمعيات وعدة مؤسسات قيل أو اشتبه بها أنها تعمل لصالح جماعة الإخوان المسلمين، وأنها تجمع تمويلات وتبرعات، ويتم من خلال هذه التمويلات إعادة تدويرها ومدها مد بها الجماعات المتطرفة سواء في الدول العربية أو التنظيمات مثل داعش وتنظيم القاعدة وغيره، كل التنظيمات التي على صلة بجماعة الإخوان المسلمين. هذه التحقيقات لا تزال مفتوحة، لا تزال نتائجها قابلة للتحقق. ما يمكن أن تتخذه الحكومة السويسرية حتى لحين التحقق من الشبهات والتهم التي تواجهها جماعة الإخوان المسلمين هو التضييق بشكل كبير جدا على التدفقات المالية التي تمد الجماعة بالأموال اللازمة من خلال المؤسسات الخيرية والمساجد ومن خلال الجمعيات التي تضم عددا من أبناء الجالية الإسلامية. أيضا سوف تقوم الحكومة بملاحقة العناصر الناشطين داخل هذه التنظيمات للتعرف على مدى ثبوت هذه الاتهامات. أستاذة رشا عمار رئيسة تحرير تتناوله الموقع جماعة الإخوان العربي. المسلمين. نعم أستاذة رشا، أشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات. رشا عمار رئيسة تحرير موقع العربي ستريت، كنت معنا مباشرة من القاهرة، شكرا لك.